بعدين الجلالين ايوه جلال السيوطي وجلال الدين المحلي يقول لك انت لما تفسر القران تبدا بايه؟ هتبدا بايه؟ الفتح. نعم. لا جلال المحلي كان بدا يقرا بالكهف. الله. فلما خلص جلال السيوطي بدا من الفتحه الله الى الاسراء الله على عكس الله. والاثنين كلامهم عدد حروف الكلام اللي كتبوه قد عدد حروف القرآن الكريم. الله الله. لذلك هو تفسير مضبوط، يعني يعد ابو التفسير كله. ده تفسير الجليلين. اي ما يفسره الا المتمكن من علم التفسير. الله رحمهم الله رضي الله عنهما. فمن فسره العلامه الجمل لما فسر تفسير الجلالين فسروا 4 مجلدات. وعند قوله تعالى وليتلطف، الله قال نص القرآن بالضبط. وليتلطف ولا يشعرن بكم احد. لا والكلمه دي وليتلطف هذه نصف القرآن. نصف القرآن الله. وعدد التفسير من اول الفاتحه لحد نفس عدد الكلمات القرآن. ما شاء الله الله أكبر. الله يفتح عليك. السيوطي ضغط البحر في قطرة والعالم في ذرة. الله 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 الله. سيد الإعجاز الدسوقي مش ده بقى أحمد من الكلام عن المقبرة.